يلا يا امي يلا يا حبيبي يلا يا روحي يا امي يلا يا عقلي يا امي. الحمد لله رب العالمين، يعني هذه فرحة كبيرة للشعب الفلسطيني ولأهالي الأسرى بشكل عام. لحظات لا توصف، يعني لحظات صعبة، يعني ما مش قادر يعني أتحمل، يعني شو بدي أشوف بعد 16 عام وخلال الزيارات أنا قعدت 10 سنين وأنا مرفوض أمني. بلاس قناة فلسطين الرقمية.